أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء تعيين الحكم السنغالي ماجيتي ناداي لإدارة مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي غدا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. وسيساعد ناداي في إدارة المباراة جبريل كامارا والحاج سامبا إلى جانب الحكم الرابع الجواتيمالي ماريو إسكوبار والكندي دريو فيتشر لتقنية الفيديو، ويساعده المغربي رضوان جيد. وسبق أن أدار ناداي مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019 عندما فاز الأخير 5-0 على ميدانه، كما أدار أيضا مباراة المارد الأحمر في نفس النسخة وانتصر فيها على سيمبا التنزاني بخماسية أيضا. وخسر الأهلي مباراته في نصف النهائي 2-0 أمام بايرن ميونخ الذي سيواجه في النهائي تيجريس أونال المكسيكي الفائز على بالميراس 1-0. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.